في عالم تسوده مخاطر كثيره لابد من مواجهه هذا التهديد وبعد بحث عميق قررت ان على الولايات المتحده ان تقوم بعمل عسكري ضد اهداف تابعه للنظام السوري هذا التدخل لن يكون مفتوحا ولن يكون هناك جنود على الارض هذه الامه اكثر من سواها جاهزه لتحمل هذه المسؤوليات ادعو جميع اعضاء الكونغرس من الحزبين ادعوكم للتصويت من اجل الامن القومي اتطلع الى النقاش واطلب منكم ان تعتبروا ان هناك امورا اهم من الاختلافات الحزبيه والسياسيه الانيه ديمقراطيتنا اقوى عندما يقف الرئيس الامريكي والكونغرس معا انا جاهز للتصدي لهذا العمل الفاضح اطلب اليوم من الكونغرس ان يبعث برساله الى العالم باننا جاهزون لنسير قدما معا كامه واحده